الإلكترونية؟ هي فكرة جت من طرف عدب الأخضر وهو أول مساهم في الفكرة ومجسد الفكرة على أرض الواقع. جت خط الأول فكرة جت التطبيق هذا باش نحلوا برشا مشاكل في المجتمع قاعدين نشوفوا فاهم بالنسبة للتجار ولا بالنسبة للزبائن ولا نوفر مناصب شغل لعمي صحيح عمل توصيل. كاين أربع مشاكل ربما ركزتوا عليها وقدمتوا حلول، وشنو هي هذه المشاكل؟ بالنسبة كاين مشاكل كي تروح من المحل تجي اكتظاظ باش تشري برودوي تاعك ولا المنتوج تاعك. ثاني حاجة مثال تكمل الخدمة تاعك باش تروح ترتاح ضد تروح لازم تجوز تقضي يعني تقضي مفروض ليهم هذا باش يحل ليهم برشا مشاكل تاع التوصيل في دار ويقدر يقضي يطلب يعني. يطلب شي يحب.